بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات السادة النواب، باسم لجنة العلاقات الخارجية اللي اكتمل نصابها، ولا زال طبعا احنا على والان باشرت لجنة العلاقات بعد اللجنة القانونية والمالية للجانب الاخرى، وان شاء الله الايام القادمة ستكتمل جميع هذه الجانب. قدمت لجنة توقيع أكثر من 50 نائب لاستضافة معالي وزير الخارجية للاستفسار حول الفروقات المتبدلة في الناحية السياسي بسبب الخلافات، عدم توحيد الرأي، وحدثت الكثير من هذه الفروقات المتكررة على بلدنا. عندما يأتي وزير أو كادر متقدم من وزارة، هو طبعا تكامل العمل هو أن نتواصل. اليوم استضافتنا زملائي زميلات أن تطرح قضايا هي خارج إطار الاستضافة محددة، بل على شمال العراق ومياه العراق أيضا من قبل دول الجوار، وهذا مما يعرض أمن البلاد والشعب إلى خطر حقيقي، ويضع الدبلوماسية العراقية في وضع حرج جدا. مع الوزير أود أن أطرح الاستفسار الأول على جنابكم: ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية اتجاه الاعتداءات من قبل دول الجوار تركيا وإيران اتجاه السيادة العراقية؟ وهل تم إقامة دعوة من قبلكم أو اعتراض أمام الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي؟ وهل قمتم بنشاطات دبلوماسية إلى الجامعة العربية وغيرها من المنظمات الدولية لاستنكار هكذا الاعتداءات والحد منها؟ الاستضاحة الثاني: نطلب من معاليكم توضيح حقيقة وجود اتفاقية بين العراق وتركيا والتي تسمح للقوات التركية التوغل مسافة 30 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، ومع من كانت هذه الاتفاقية؟ وما هي حدود هذه الاتفاقية؟ ومتى تنتهي؟ الاستضاحة الثالث والأخير: سمعنا قبل فترة أن الرئيس التركي يقول